أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تسلمها طائرتها الجديدة الجهراء من طراز 320A-New من مصنع شركة إيرباص، مشيرة إلى أنها الطائرة الثانية من بين 15 طائرة من النوع نفسه سوف تستلمها الشركة تباعاً في إطار خطة تحديث اسطول الناقل الوطني، والذي يتضمن كذلك شراء 13 طائرة جديدة من طرازات أخرى من شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات.